بسم الله على بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا جبنا ملوخية تقدري تجيبيها دلوقتي رخيصة، موسم تخزنيها لآخر الايه السنة كلها. عندنا جبنا شوية ملوخية حلوين كده، وقطفناهم وغسلناهم كويس قوي وسايبينهم ينشفوا، وبعد ما ينشفوا هقولك تعملي فيهم ايه بمنتهى السهولة، هقولك تعملي فيهم ايه. ودي الملوخية بتاعتنا بعد ما نشفت، نشفت الخرفشة، هناخدها دلوقتي نشوف هنعمل فيها ايه. شوف الفرفشة بعد ما نشفت ومحتفظة بلونها وخضارها. عندنا الملوخية هنمسك العيدين دي قطعها منها، ناخدها كده كلها تبقى بالشكل ده، ونحطها على جنب، ناخدها كده سهلة جدا عشان ما يبقاش فيها العيدين دي. بعد كده نقطعها كده تبقى كده، نعملها كلها لما نخلصها كلها، وبعدين نفرمها ونعملها بالمصر. ودي الملوخية بتاعتنا، احنا بعد ما شلنا العرف الصغير منها حطيناها في الشمس ساعتين، مغطيينها طبعا عشان التراب. لما اتحطت في الشمس بس ساعتين تفضل بلونها، بص تتفرق ازاي، عشان تبقى ناشفة تتفرق، تبقى كده نفركها كده، وبعدين نحطها نفركها كده نحطها في المصفى، نزلها من المصفى بعد ما نفركها بالشكل ده، ولا تغير لونها ولا اي حاجة، تفضل بخضرها زي ما هي نضيفه وما فيهاش تراب ولا اي حاجه. تقعد عندك من السنه للسنه كده، تخليها في برطمان في الثلاجه او في كيس تحطيه في درج الثلاجه. هنفركها كلها كده وهننزلها من المصفى. دي الملوخيه بتاعتنا بعد ما فرقناها بقت بالشكل ده، هنجيب مصفى ننزلها فيها عشان نعامها اكتر، حبه بحبه كده بالشكل ده منتهى السهولة وبسرعة. هتعملي كمية الملوخية اللي عندك لازم تحطيها في الشمس عشان تبقى تتفرق معاكي بسرعة كده، كلها بتنزل تتفرق معاكي وبتنزل، تبقى بالشكل ده. انت عاملة شوية ملوخية انت عاملاهم في البيت وضمناهم من غير تراب من غير اي حاجة. دي الملوخية بتاعتنا بعد ما عملناها بالمصر بقت بالشكل ده، خضرها جميل جدا ونضيفة جدا. احنا غسلينها مقطفينها وغسلينها سايبينها تنشف بعيدة عن التراب، جميلة ازاي. دي الملوخية الخضراء، ودي الكمية بتاعتنا كلها جميلة قوي، نعبيها في البرطمان بالشكل ده جميلة جدا. دي هتحطي منها كم معلقة، خمس ست معالق كده على الشوربة، على كوبايتين شوربة، ويغلوا غلوة بعدين تعملي لها التقلية بتاعتها، تبقى جميلة جدا. دي الملوخية الخضراء بالظبط، ودي الملوخية الناشفة بتاعتنا. اتمنى تجربوا التجربة دي وان شاء الله تعجبكم.